لو سألتها هو لو انا عايز اقدم استقالتي المفروض اكون بعمل ايه وبتاع، فقال لي انت عايز تمشي مش عارف ايه كده، قلت لها لا خالص بس انا عايز اعرف بس الموضوع وكده، فقالت لي طب انا هبعت لك ورقه المفروض هي دي يعني المفروض تكون بتتملي وكده، فانا خدتها وفضلت قاعد قصادها كتير طول اليوم بشتغلش قاعد بص لها وكده، وبعدين لما جت الساعه قربت على 5 فالمفروض اللي هو مديري بيمشي يعني طبعتها ومليتها ودخلت البيت تاني، قلت انا عايز امشي بس كده. وبعدين فاكر ان انا اليوم ده وساعتها قاعد يقول لي طب انت المفروض يكون في اسبوعين تقول لنا قبليهم وحاجات زي كده، قلت له اعتبر اسبوعين دول من اجازتي يعني كنت بشتغل ويكاندز كلها يعني مده سنين يعني، فاعتبرهم دول من اجازتي انا عايز امشي دلوقتي، وده كان اغبى قرار خدته في حياتي، وكنت مرعوب يعني كنت حاسس بكل حاجه، كنت حاسس ان انا اهلي هيبصوا لي ان انا غبي تقريبا مبقاش في حاجه في حياتي خالص، فعارف ما تبقى ممكن تكون بتسيب حاجه عشان تروح لحاجه ثانيه، بس لما تكون بتسيب حاجه وانت مفيش اي حاجه انت رايح لها تقريبا كل علاقاتي باظت، كنت لسه مفركش وكانت كل حاجه كانت بتبوظ تقريبا، فما كانش في حاجه اعملها. بس فاكر ان انا اليوم ده لما نزلت من الـ من الـ من الشركه وعارف ان انا مش هرجع تاني يعني كنت ماسك نفسي من العياط بالعافيه يعني، وعيطت اليوم ده يوميها ده كتير جدا، وكنت بعيط عشان خايف وكنت بعيط عشان مبسوط وكنت بعيط عشان حاسس ان انا فجاه بقيت عارف اتحكم في حياتي، ده شعور غريب جدا يعني ممكن مش عارف اشرحه خالص وبتاع. وبعدين انا دلوقتي يعني تقريبا بعمل حاجات انا بحبها، والاختيار ده خلاني بالظبط اعمل حاجات انا كان طول عمري نفسي امثل، ومش عشان خاطر عايز ابقى ممثل بس نفسي اجرب حاجات جديده، فبعدين جربت بقى حاجات جديده وجت الثوره وكانت عندي اوبورتيونيتي ان انا انزل في الثوره، ودي لو انا كنت بشتغل كنت هبقى غبي وما كنتش هنزل كنت هبقى مكمل بسمع كلام الناس وكده. بصدفة قريب رحت ميتنج في الشركه اللي انا سبتها عشان كنت بعمل حاجه لواحد صاحبي عشان هو مش فاضي، ولقيتهم حاطين صوره حسني مبارك وهو ماسك كده في زنزانه ومكتوب فيها عملت ايه عشان تحبس، وانا كنت عارف ان انا كنت هبقى قاعد في الميتنج روم دي احتمال كبير جدا ان اكون طابع دي، وكنت مقتنع جدا بالكلام هم بيقولوه، فانا حسيت ان هو اختيار غبي او صغير او مش محسوب، هو ده اللي خلاني ممكن اكون عامل حاجات كتير قوي دلوقتي، كل الناس بتشوفني ان انا فاشل وتافه وما بعملش حاجات ليها لازمه، بس فعلا عارف اكون مبسوط وعارف اكون عاجبني الحاجات اللي انا بعملها، بحبط كتير جدا الاول بخاف كتير قوي وببقى طول الوقت ببقى مش عارف بكره هيكون في ايه وكده، بس احس ان انا اتليست عندي كنترول، مش الناس اللي حواليا بمعرفهم عن النجاح وان انا المفروض اكون باخد كام ومعايا قد ايه ومعايا عربيه شكلها عامل ازاي والحاجات دي وكده. وبعدين اختياراتي دي بعدتني على كمية ناس متخلفة وأحداث متخلفة عشان أنا جمعت من الاختيار بياخدك لسكة ما بعيدة، فأنا الاختيار ده هو أوكي الاختيار ده كمل الاختيار ده خدني على حاجات تانية حقيقية أكتر وناس حقيقية أكتر في حياتي، فيعني أنا مبسوط أوي اليوم ده اللي أنا سبت فيه اللي أنا كنت بعمله. خوخ اوكي هقول حاجتين، اولا انا مش هطلع تاني، لما حد بيطلع هيعرف نفسه وهو ماشي هيعرف نفسه، فانا ما يعرف نفسه هنسقف له وهو ماشي لما يعرف نفسه هنسقف له هيكون خلاص كلامه، دي اول حاجه. تاني حاجه لما اعمل كده ده مش معناه ان هو اقطع دلوقتي، بس قصدي اللي هو يعني الوقت خلص فحاول الكلام الجاي يكون اقل من مثلا 10 ثواني، دول بس الحاجتين. دلوقتي الحد اللي هيطلع يعرف نفسه، بعده انا مش هطلع ومش هعمل اي حاجه تاني في الموضوع، فالناس تطلع تعرف عن نفسها والحد يطلع والموضوع يمشي سموذلي، بس يقول اسمه شكرا. ولو مش عايز الحاجه تتحط اونلاين يقول في الاول برضو شكرا. بعدين مبارك ماشي اللي هو ايه مبارك ماشي وبتاع، ابتديت ابقى مع الثوره وانا اصلا مش فاهمه وبحاول اقرا وبرده مش فاهمه حاجه، ولما بسال حد بقتنع بكلامه، بسال حد انتي ثوره بقتنع بكلامه، فانا بالنسبه لي ده فشل، انا مش فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، ولحد دلوقتي انا مش عارفه المفروض مبارك يتحاكم مش يتحاكم، موسي كويس مش كويس، فبس كده ماشي.
مش هقول لك اي حاجه، مش هقول لك خش طب خش صيدله حاجات غريبه كده. قال لي عايز تطلع مهندس اطلع، مش عايز تطلع مهندس ما تطلعش. سأل لي يعني خد بالك لما تكبر لو عادش اللي انت عاوزه هتزعل، هتزعل جامد. فقلت له ماشي. فانا زمان صغير على طول عمري رياضي يعني، هو تمرينات بقى اي حاجه يعني، اي حاجه شغال، سباحه، كوره، باسكت، اي حاجه شغال. بس اكتر حاجه حبيتها كانت الكوره. فلعبت ودخلت الفرق وبتاع، وكان بيجي لي مرتبات بقى يعني، شغل لعيب كوره بقى كنت مندمج. قلت بقى خلاص يعني ما دام الموضوع مفتوح كده ممكن احترف بقى ابقى زي الناس كبيره وبتاع. ما علينا. فحصل ان انا سافرت، فكنت لازم اسيب النادي هنا، وسافرت ما عرفتش العب كوره. وبعد كده رجعت من السفر قلت اكمل كوره، كنت لسه برضه في دماغي ان انا هلعب كوره وهكمل حياتي. رجعت عفرت شويه على ما رجعت النادي، على ما دخلت الفريق عشان حصل حاجات كتير بقى، تسنين وحاجات كتيره كده، فما ينفعش النادي، ما ينفعش ان انا اخش الفريق. فبالصدفه اول السنه دي في المدرسه اللي هو انا بطل كوره مثلا، كنت مبطل كوره قبليها عشان بتاع 6 شهور مثلا او حاجه كده، بالصدفه قالوا في دوره ما بين مدارس يعني، وهيختاروا احسن لعيب من كل مدرسه، ومش عارف يجيبوا سكولرشيب يروح جامعه او يحترف بقى هناك وبتاع. فايش قلت اخش، دخلت ولعبت واخدت سكولرشيب فنجحت يعني. هو ده كان عملي في حياتي اللي هو ايوه لعبت كوره. فبعد ما نجحت ب3 اسابيع كان عندي بقى امتحانات الفاينلز. بس هنا بقى عك ابتدى. دخلت امتحان، احنا بناخد انا قلت خلاص يعني قدام بقى كوره وجاي سكاش بقى هريح بقى اعمل اللي انا عاوزه بقى، فاكس دراسه بقى كل حاجه. انا ما بحبش الدراسه قوي يعني، بس قلت فاكس. بس انا كنت يعني قبل الكوره كان نفسي اخش هندسه، بس يعني دخلت امتحان كالكس. كان في ورق كتير ورق جايبه اكتر، ما عرفتش اعمل ايه. فكتبت اسمي وقعدت ابص، مع اني كنت مذاكر يعني، انا عاده بقى من الناس المتفوقه واوائل الدفعه وكده، بس يعني دحاح يعني. بس دخلت الامتحان قعدت يعني قعدت زي ما كده بعدين ما عرفتش اعمل ايه. كنت اليوم اللي قبليها ساقط امتحان فيزيكس، اللي هو لو سقطت دي كمان رايح في داهيه. غشيت الامتحان وتفشت. كانت قفشه غبيه يعني. هو قلت لواحد يعني احنا بنقعد ازاي، احنا جريد 11 سينيور، جريد 11 سينيور، فانت كل جريد 11 في خط واحد، فانت ما ينفعش تشوف ورقه اللي قدامك. فانا عملت فيها اصلا ناصح، طلعت ورقه اديتها للي جنبي اللي هو السينيور، قلت له اديها للسينيور اللي قدامي خليه ينقل من جريد 11 يرجع الورقه يرجعها لك وانا اخدها. قشطه. اول مرحله عدت حلو. في الرجوع بقى السينيور استغرب بيعمل ورقه كده، فالمراقبه بتقول ايه ده؟ فشافت الورقه وكان فيها بقى انا كاتب له بقى حط لي 1 و 3 و 5 و 7 و 18 ومش عارف ايه. قالت لي انت غشيت. قلت لها اه. فنزلت لي بقى وقالت لي محض غش ومش عارف ايه وامتحان اتلغى وهتترفد اسبوع وبتاع. انا يعني كل ده قشطه يعني، خلاص ماشي انا عارف ان انا اتعاقبت وبتاع، فقشطه يعني هتعاقب وبعد كده ارجع عادي يعني حياتي يعني غلطه يعني ان شاء الله تعدي. المشكله بقى لقيت مديره طاقت في دماغي ان هو سكرش بتاخد. قلت لها ايه؟ قالت لي خلاص مالكش سكرش مالكش فول. هو هنا بقى حسيت بقى بخلاف. قعدت ابص لها شويه بعد كده قعدت افكر. قبل كل حاجه فكرت في ابويا، اول واحد فكرت فيه هو ابويا. قال لي اعمل اللي انت عاوزه، كل قرار خدني هيزعلك جامد. فبس انا ما زعلتش على الكوره صراحه يعني، مش عارف حاسس يعني لحد دلوقتي انا مش عارف مش
مش فارقه معايا قوي. بس فارقه معايا ابويا بقى لما رجعت له البيت. هو ابويا شغله في 6 اكتوبر واحنا ساكنين في المعادي، فهو اساسا بيروح ساعتين رايح وساعتين راجع، فهو بيرجع اساسا متعصب لوحده. فدخلت عليه قلت له انا اترفدت، بقيت بلم كده شويه، بعد كده يعني ابتديت بقى اشوف عينيه ابتدت تحمر، اسمعه ابتدى يشرح كده، فعرفت خلاص كده يعني دي في عصبيه غريبه هتطلع عليه. بعد كده قلت له، قال لي ليه؟ قلت له غشيت. الامور بجح شويه. بعد كده